مثلا هواياتك الكوره زي الاطفال اللي بيكسروا الازاز؟ لا ده انا ماليش في الكوره تماما، انا عندي مشاكل في الكوره. انا وانا صغير نزلت لعبت مره واحده كوره في حياتي، اخويا بيلعب حلو فكان عامل فريق وبتاع وخدني وقفوني جون. فكان زمان الكوره يعرفوها بقى الشباب اللي بيلعبوا، كان في كوره كفر زمان بارقام اربعه وخمسه، كانت خمسه دي ناشفه قوي، فاتخبطت في راسي جالي فقدان ذاكره يا حبيبي. والله قعدت يوم احلف والله وقعت في الشارع اقول لهم انا مين ايه ده؟ اوعى تكون كنت بتشتغله. وابتديت ايه بتيجي تدريج يعني، عرفت ان ده اخويا فاقول له طب بابا هيزعل انا ازاي نزلت العب من غير ما اقول له بابا لسه ما جاش من السفر. اوعى تكون انت اصلا مش حمدي وهم ساعتها ضحكوا عليك وخدوه. تخيلي بجد اكون كنت امور وبدلوني. اه ممكن يكون كده. طب قول لي يا حمدي ايه اكبر مشكله حصلت لك وانت صغير، او مشكله كنت انت السبب فيها، خناقه بقى وتكسير واتضربت وايه؟ لا انا اتضربت كتير تقريبا يا كتير قوي. اه يعني انا اتمسح بكرامه الارض طب كتير. ليه؟ انا كنت بق يعني كنت قد كده ورفيع وبتاع، والاقي واحد مثلا قدي سبع مرات اقول له انت مالكش كبير بقى يا ربيك. بس كنت بتضرب بس والله. طب وبعد ما تتضرب برضه تروح تقول لهم كده تاني؟ بعد ما تضرب اصل انا وانا بتضرب بقعد اشتم. الله ده انت لامد بقى. بتضرب ضرب مش طبيعي. انا يعني دايما بقع في ناس يهود مش اللي هو بيضرب. والله بيتمسح بكرامتي الارض واتضرب ضرب. ومره مثلا ركبت مع سواق ميكروباص وشه ما فيهوش مكان من كتر التقطيع بتاع المطاوي، ما فيهوش مكان يعني ما تعرفيش العين داخله على البق وبتاع. كل الناس قاعده وناس ايه قدي كده وركاب وبتاع. انا بس بقى اللي ما عجبنيش الكلام بتاعه انه بيتكلم باوردر يعني، بيقول لها والنبي تعالى اقعد كده ومش عايزين مش عارف ايه دوشه ومحدش ياكل. قلت له يا عم انت شارينا ولا ايه وانا سخن قوي. فقال مين اللي بيتكلم؟ هو مش شايفني في المرايه، انا مش باين من الكرسي اصلا. فانا سخن قوي. قلت له انا اللي بتكلم. ايه يا عم هتعمل ايه؟ على اساس ان ايه اللي في خيالي انه هينزل يضربني فالناس كلها انت اتجننت. نزل خدني عادي من وسط الناس واللي وسع له عشان ياخدني. اتكلم. الله الله. اقول لك حاجه، بعد ما ضربني ركبني ووصلني. يا عيني. وقعد بقى كده بقى طول الطريق خلاص ادب يشتم اقول له حاضر. بقيت انت اللي بتطلع الاوردر بقى. كنت رافضه. طب يعني السنه دي نقول انها طارت في خناقه؟ لا السنه دي في حادثه عجله. في حادثه عجله؟ ايه بقى اللي حصل؟ بص انا سواق عجل من وانا صغير يا ولد. زي يعني الخناقات. لا لا مصحف انت شكلك بق في كل حاجه وادائك كده بص يعني بيودي في داهيه. تعرفي سواق العجل منين؟ هتلاقيه اولا بيسوق حافي. اه تمام. سوري في الكلمه الشبشب في ايديه. اه اسمعي بقى. اسمعي بقى الفضايح اللي انت عايزاها. انا عارفك عايزه تشمتي. انا اموت. ولما يجي يفن بقى وعايز يبين انه سواق عجل بيجي سايب ايديه كده ويقف على البدال يعني ويقعد يلف بقى. انا بعمل كده فبلف، وكانت عجله واحد قريبي فبلف كده بالعجله فزلط قد كده. قام ايه جه فيها الكاوتش قام العجله لفت قام وقعت. وقعت على الماسوره اصلا بتاعت العجله فبقي كله دخل في الجدون لف. يا حبيبي يا لهوي. استني ايه في ايه وانا مصاب حرب. انا امي ما عملتش كده. لا اصل انت بتقول بقك لف على الجدول. لا لف على وانا ساحر ايه اللي لف. الجدول لف دخل في الجدول هو اللي لف. لما بقي لف على الجدول ده ايه ده. فلما ده كل ده دم جريت على قريبي بقول له الحق اسمه محمد وشهرته فهد. جريت بقول له الحق فهد. محمد شهرته فهد؟ اه عشان ما تعرفيش ابوه كان عايز يولده في السعوديه. في قصه بقى ما بينهم. فانا ايه غسلت وشي ونمت على السرير وخلاص تمام. ما اعرفش ان السنه اتكسرت. يا حبيبي قاعد تمام ده. فلقيته طلع ميت ضحك. في يا ابني ميت ضحك عمال اعمل كده مفيش دم خلاص. فاتاري نص اللي فوق دي اتكسر نص مش كلها. اه كانت لسه في نص. رحت بقى لدكتور ابن حلال شال لي النص التاني وقال لك ده العصب سليم ما ينفعش نعمل له بنج فهنشيلها من غير بنج. فمكتفني في الحيطه. ومش هقول لك بقى بتاعه الدكتور تقريبا بالبنسه بتاعه الكهرباء. يا لهوي يا والله شدني صوت سويت. كل العيال اللي بره مستنيين دورهم مشوا. يا ما مفيش حد والله قفلت له العياده خلاص. الدكتور بعد ما عمل كده قال له لما يكمل 16 سنه الكلام ده وانا عندي 6 سنين او 6 ونص في قال لما يكمل 16 سنه تعمل له عمليه احياء لثه وتركبه السنه لان اللثه ماتت. يلا مبروك.
ايه ده، هو بيبلغ بابا ان انا حامل؟ ايه اللي مبروك وده شقني؟ خالي شالها وقال له لسه ماتت. ايه الجمله مميته اصلا يا عيني. طب وفضلت مستني بقى لحد امتى انها تطلع؟ لا ما هو قال لي مش هتطلع، لازم يرتب. لسه ماتت. اتعودت يعني، قعدت فتره بقى اتعودت وبتاع. ما كنتش وانا من الاول متضايق؟ لا انا حظي ان انا من وانا صغير اصلا بهزر على طول الحمد لله، فبالنسبه لي الحاجات دي بالعكس انا ماشي مبدا كون نفسك قبل ما حد ياكل. برافو. فكنت انا اللي بقعد اعمل عليها فرضيات اصلا. كنت وانا صغير بقى ايه موضوع بقى، واركب شيش هنا واعمل مش عارف، يقول لي لا احط كلب حراس عشان ما عادش ينط بالليل. وركب سلك. السلك عشان ما فيش حاجه تدخل فرو ولا حاجه. بس بتنفع والله. في ايه بقى؟ يعني انا باكل سباكيتي وانا قافل بقي. اه ما فيش. طب قول لي 10 فوائد للسنه كده. 10 فوائد؟ هقول لك. السجاير السليم الرفيعة تتشرب وانا قافل بقي. والسباكيتي قلنا قد كده اتنين. مكيف وانا نايم بيدخل هواء. طبعا. مدخل نور دايما للسان مش حاسس بكده. العصاير واللي تحط الشاليمو على طول. بس محروم من حاجات، يعني زي ما في فوائد في حاجات محروم. طب قول لي ايه بقى اللي محروم؟ محروم من التوسبيكس الخل، محروم منه. مفيش بقى خل، ده عايز اسواك. سواك بقى. ما فرشه السنان معاناه بقى، لاني باكل نص المعجون دايما. طبعا. الناس فاكراني سعيد ومبسوط، انا من جوايا مجروح قوي يا حبيبي. موضوع طب كبير. طب انا يا حمدي بحبها قوي وبحب شكلك كده وكل الناس بتحبك كده. الحمد لله. بس انت ما فكرتش ان انت تركب سنة؟ لا خالص والله. اقول لك حاجه، في دكاتره اسنان اسامي كبيره منهم دكتور في المانيا دكتور مصري وقال لي وتعالى والفيزا ورايح جاي، قلت له انا حاله انسانيه يعني. اللي هو هيشيلوك على السرير. في دكتور بقى صريح دكتور مصري قال لي بص، هي اللي عايز يعملها لك عايز يعملها من باب الشهره. الشو ليه؟ ان سنه ايه ده، السنه اتركبت مين اللي عملها؟ فايبه انا مش شايف اني محتاجها. حتى لو احتاجت فضور هعملها اللي هي المؤقته اللي بتتشال و... صح. انما هعيش كده لا. صح. يعني انت حاسس ان هي بالنسبه لك زي الحسنه بتاعت السقه كده مثلا؟ ايوه حاجه كده راكور صريح. يعني انت مثلا انت شبيه انت مكمله جد مصدقه نفسك؟ ايوه طبعا. حسنه السقه زي واحمد حسن الاسمر بس. حسنه السقه بلاش، ده اساتذه كبار يعني يزعل دلوقتي. لا لا استاذ السقا ما يزعلش، ده حبيبنا. طب قول لي، وبعدين هو اصلا متمسك بالحسنه بتاعته يعني، فخلاص واحد كفايه. لا شاي ثواني بقى يا حمدي. ثواني، يعني ايه متمسك يعني هو قادر يشيلها؟ يعني هو قادر يشيلها طبعا. يعني انت فاكره هو يعني بلاش نتكلم على الاستاذه. لا عادي. ايوه قادر يشيلها. مش قالوا لك ايه، يجيب شعره حصان ويلفها عليها فيشيلها تتشال؟ تقعدي مع خالتي وامي بس. عارف عارف انا الكلام ده. طب قول لي يا حمدي، ايه اللي خلاك بقى تمثل؟ يعني امتى قلت لا انا خلاص؟ لا بصي، صدفه بحته يعني، كلام الفنانين قوي اللي هو التمثيل جالي صدفه واحنا بنسعى من زمان. اساسا طالع عينينا ومكاتب الكاستنج قهرتنا، فاكر؟ يلا. هقول لك، انا جيت في الجامعه انا لسه قايل لك انا كنت بتفرج على مسرحيات كتيره، وانا من النوع اللي بحفظ يعني مثلا في حاجات معينه حافظها بالرياكشن بالكلمه، فكنت اقعد مع اصحابي دايما اقعد اهزر، فدايما الشعب المصري اي حد بيهزر يقول الله دمك خفيف ما تمثل. فكنت اسمعها لحد ما في يوم انا وصديقي اسمه كرولوس لمحنا في الجامعه وانا في سنه تانية حقوق عين شمس، لمحت يافطه لو عندك موهبه التمثيل اطلع. قلت له تعالى نطلع نتريق عليهم ونهزر، فطلعت بقى من اولها. طلعت في خيالي ان مسرحيات هايفه اللي هو الضحك، لقيت مسرحيات لغه عربيه، كان سامح حسين المخرج هو كان خريج حقوق عين شمس هو اللي بيخرج لنا وقتها، كان مصطفى خاطر ومحمد انور ومحمد عبد الرحمن، كانوا هم فريق كل تمثيل كل الشله من البدايه. فدخلت حبيت الموضوع قوي من ساعتها بقى، يعني الموضوع جه انا ولا كان في مره في خيالي ان انا عايز امثل، بس كنت مرتبط داخليا بعالم التمثيل. طب والحب؟ يا كلمني عن الحب يا حمد. ممكن تطفي النور وشمعه صغيره؟ انفخ فيها؟ لا قول لي اكبر صدمه حصلت لك في قصه حب وانت صغير. بصي انا قصه حب هقول لك، انا مشكلتي بتكسف قوي في الحياه اصلا. فجيت لما كنت بحب ازاي؟ اقابل واحده مثلا في جامعه وبحبها، فانا بحبها وبقعد معاها وبخرج وبعمل كل حاجه في خيالي. وهي اصلا ما تعرفش مين حمدي، فاهمه؟ يعني انا مثلا ايه بحب فلانه اللي بتيجي كل يوم بتقعد هنا، فانا باجي في يوم بقول زعلت مني اصل انا دخلت مكشر وهي اصلا مش شايفاني. عارفه انا عارفه. ولما بتجرأ واعرف ناس اصاحبهم
او لا مثلا انت، فاقول لك انا بحبك يا شيماء، فتقولي لي ايه؟ اقول لك وبحب سمر ومنى وما كلكم اخواتي. يعني بنخ من اول رياكشن، بخاف بتجيب ورق على طول. على طول بخاف. لا بس يعني عمرك ما قلت لواحدة انا بحبك على طول في وشك مثلا كده وقالت لك لا؟ مستحيل مستحيل. بس كان نفسي قوي اعيش في جو اللي كان نفسي فيه وانا طفل، اعيش في جو الجوابات. كان نفسي قوي. احنا بقى جينا في عصر الموبايل وكده، بس انا من الناس اللي بحب ده قوي الجوابات بقى، واحط لها شريط محمد فؤاد حبيبي والحاجات، فاهمه الجو اللي هو الشريط اللي احنا كنا بنعمله زمان اللي فيه 12 اغنيه. أيوة ده وبتيجي في اغنيه الاخيره تمسحيها وتسجلي حاجه بصوت، تسجل حاجه بصوت. انت كان ليكي خال في ليبيا؟ يا خالو هات المروحه اسمه محسن. ايوه ايوه. يعني انت عمره مثلا ما واحده جت قالت لك انا بحبك يا حمدي؟ لا حصل مرة يا لهوي واتكسفت. أيوة. قوي وبتاع و... مين بقى اسمها ايه؟ لا بلاش بقى. ليه ما عم، ما هي في حالة واحنا في حالة، ما هي في حالة حالة ممكن يبوظ بعد ما انا اقول كده. هي متجوزة؟ اكيد ما اعرفش. لا يعني ما اعرفهاش دلوقتي. لا ما اكيد الشكل اللي يحب الشكل ده فاكيد معنس. ما تقلقش. اسمها ايه؟ اسمعي عشان نتعرف. انت كان انت عماله تلف في الدور مش تعرف انا مرتبط ولا عايزه ترتبطي بيا. انا؟ لا ما انا عارفه. شيماء بصي يا حمدي انت اتخطفت مني. نعم يا حمدي. عيني في عينك؟ انت متمكيشه كده لمين؟ ليك. انت يا حمدي والله. بابا في البيت ولا على القهوه؟ لا بابا ما جاش اصلا. طب قول لي يا حمدي بقى. ها اقول لي قالت لي واحده جت في يوم وبتاع وقالت لي، فانا اقتنعت ان هو مقلب، يعني ان هي بتشتغلني وبتاع، مش لان انا في الحاجات دي بتكسف، وان بنت تيجي تقول و... فقعدت فتره واسال صحابه اقول ايه، وكنت بختفي واقف الموبايل مكسوف اظهر، فحتى واحد صاحبي يقول لي انت عليك فلوس ايه اللي يعني؟ اشوفها في حته جاي لافف من الناحيه الثانيه. وهي كانت حلوه؟ قعدت فتره بصراحه بجد؟ بس قعدت فتره ما بكلمهاش والله. طب كانت بتحبك ليه؟ كان كانت طمعانة في مكان السنة تطلع فيه بعمارة ولا لا والله. لا على فكرة أنا معشوق. ما أنا عارفة. هي أنت معشوق وعاشق. أنا عارفة يا حمد. طب ما تخليني ما تقولش الكلام ده هتجرجرني. لا بجد. أقول ولا غور؟ لا لا لا. طب قول لي يا حمد أنت السنة اللي فاتت بقى عملت إعلانات خيرية في رمضان وحاجات كده وانتشرت، يعني كان الموضوع اوفر. راجل خير قوي. راجل خير بزياده. لا بصي هو في اعلان، انا ضد فكره الاعلانات في البدايات. كل ممثل بيبقى له وجهه نظر وبتاع، انا وانا شاب ضد فكره الاعلان لحد ما الفلوس تخليني الغي الفكره. تمام؟ يعني انت خدت فلوس على الخيريه؟ لا لا انا بقول لك انا ضد فكره الاعلانات. لا والله يا حمد. لا والله يا حمد. فجاه يجي لك تقرير الضرايب ده. لا والله. فلما قولي الاعلانين هم كانوا اعلانين، اعلان لدكتور مجدي يعقوب واعلان لجمعيه خيريه جمعيه رساله. فلما طلب مني الاعلانين رحت عملتهم بصراحه، ما اعترضتش يعني ولا اي حاجه. وعجبتني الفكره يعني بالذات في اعلان دكتور مجدي يعقوب، كان في فكره في الاعلان. صح. وكان شكل الاعلان شيك. صح. كان براند يعني الاعلان كان، وفعلا الاعلان نزل بعيدا عن هو اعلان خيري. الاعلان نجح اكنه. صح. عمل نزل. هو فعلا كان اعلان وفرحان حلو. يعني انا فرحان ان في سي في اتحط الاعلان ده. صح. بجد. تيجي نغنيه؟ هو كان ايه؟ انت ناسيه؟ لا استنى انا هديك المايك. افتح ايه بس استنى. كان في والله. استنى اطلع لك. لا لا صوتي قذر. لا هتغني. هو اقول لك حاجه شغال الاعلان؟ لا لو عندك شاشه. انا كنت بعمل ليبسنج ما بتكلمش. ليبسنج ايه بس؟ انت جايباه منين؟ انت حاطاه سوري في الجزمه؟ انت فين؟ انت فاكر ده جاي من جايباه منين؟ خد يا حمد. طب ما تطلع لنا كاميرا من الشغل. يلا هو شغال. يلا ايه طيب؟ ارسم قلبه وضحك على الشغل. يلا يا حمدي يلا. انت عامله نيلي كريم قوي. لا يلا يا حمد. كان ايه ارسم قلبه وضحك على صوتي. والله انا اسف. لا صوتي وحش جدا. انا لا بتحب صوتي. وانا منير قاعد. اعتبر ان هو دور وجاي لك. طب اعمله لك باداء الشاعر وهو بيكتبه. طب ماشي هنعمله باستاذي وهشام الجخ. ماشي. ارسم نقول تاني. ارسم قلب وضحكة على الشبابيك. مفتاح مفتاح. ها يا أستاذة شيماء.
مفتاح مفتاح باب الدنيا قصادك ملك ايديك. افرح غني مش فاكر اسمع مني. طبعا تحية للأستاذ هشام الجخ حبيبي. طبعا. هو بلدياتي اصلا يعني انا اصولي صعيد فهو بلدياتي من هنا. طب قول لي يا حمدي عايزين نتكلم شويه على اصحابك في مسرح مصر. اسقس بقى وتوته وعلي واسراء وخاطر وانور وكلكم خاطر وانور كلكم ويزو العسل وكلكم فبلاش نقول اسماء واسراء 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 يا حبيبه قلبي. حبيبتك كلنا والله. تقول ايه؟ اقول بصي اللي خدم المشروع ده ونجحه قوي انه استاذ اشرف عشان نيته كويسه جمعنا من اماكن مختلفه وتفاجئ في اول بروفه ان احنا اصحاب جدا. يعني انا وعبد الرحمن وانور وخاطر اصحاب داخلين في 17 سنه مثلا ما شاء الله. هو اتفاجئ في القعده ان انا اعرف عبد الرحمن ما اعرفش ان احنا اصلا عايشين سوا يعتبر ان انا وانور نعرفه وربيع واسقس وكريم كان لينا معرفه ببعض كانوا هم فريق تجاره القاهره واحنا احو عين شمس. باقي الناس حامد بشوي ابرام طب عين شمس يعني برضو نعرفهم. ساره وويزو كانوا ساره كانت كليه علوم وقتها وويزو كان كليه تربيه كنا احنا قدام في الجامعه كمسرح. واسراء واسراء لا اسراء كنت اول مره اعرفها من برنامج كنا عاملينه قبل مسرح مصر. انت عماله تقولي اسراء كتير انا بسالك ان شاء الله قريب تسمعي خبر حلو. احنا هنسمع الخطوبه. انتوا دلوقتي لسه في مرحله قرايه الفاتحه وكده صح والنيش على مين والسجاجيد وكده صح. ان شاء الله اوعي تضحكوا عليه ده حصري مش يعني اهلي ما يعرفوش. اكسكلوسيف خطوبه حمدي واسراء. الف مبروك يا حمدي. ان شاء الله الله يبارك فيك. ان شاء الله يا رب. انت قلت لي ان انت واصحابك في مسرح مصر بتقعدوا بقى وتسالوا بعض وكده. طب قول لي ايه اللي عجبهم من اللي انت عملته السنه اللي فاتت في رمضان وايه اللي ما عجبهمش؟ ما عشان ما اتكلمش على اعمال ناس او بتاع لاني مش اعمالك انت ما هو قصدي انا مشارك في اعمال مش بتاع. بصي هقول لك حاجه انا اكتر حاجه نجحت لي ده اللي اقدر اقوله مش هقدر اتكلم. اكتر حاجه نجحت لي وده يعني انا بقولها مسج انا مؤمن بيها من زمان يعني بس باكدها للناس ما تعرفش يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فيما معناه ويرزقكم من حيث لا تعلمون عشان لو في غلط في النطق يعني ربنا بيرزقنا من حته مش شرط احنا مخططين لها. انا السنه اللي فاتت كنت عامل مسلسلين بطوله وجالي ضيف شرف في نيلي وشريان رفضت في الاول قلت يعني انا بعمل بطوله اروح ضيف شرف فكلمني استاذي يعني استاذ احمد الجندي وقال لي تعالى قلت له خلاص فرحت التلات حلقات بتوع نيلي وشريهان هم اللي نجحوا لي جدا. انا بمشي من في رمضان الناس بتعاملني ان انا بطل في المسلسل صح. انا رزقي سبحان الله مع دنيا سمير غانم انا بحب شغلها جدا وقرفتها عليا حلوه. عملت معاها مشهد في لهفه اللي هو كنت بتاع تثبيت محمد رمضان ده المشهد ما شاء الله مصرح. عملت معاها في نيلي وشريهان التلات حلقات نجحوا لي اكتر مسلسلات اللي انا كنت فيها مع اني كنت رافضهم بس شوف الرزق جه منين يعني هم اللي نجحوا لي جدا لحد دلوقتي الناس بتقابلني تكلمني على دولة. ما شاء الله يعني بص احنا طبعا انا كمان زيك بحب الدنيا والناس كلها عارفين وهي ما شاء الله وشها حلو على اي حد بيشتغل معاها ما شاء الله بجد ربنا يكرمها ويكرمنا السنه دي ان شاء الله كلنا يا رب في المسلسل. طيب انا عايزاك بقى تكلمني شويه عن دنيا بشخصيه عبد العزيز وعن المسلسل الجديد ودورك فيه. بصي وسمعت ان في قصه حب في المسلسل يعني هتغلب نور ومهند وكل الحاجات دي هتلغيها. بصي شخصيه عبد العزيز اصلا جت يعني اغلبها صدفه يعني اللوك بتاعها اصلا كان بناء على ان انا شعري كبير كنت مش هعرف احلى لان كنت بصور في حاجات تانية بشعري يعني فقالوا لي طب تعالى نجرب نعمل ايه قلت لهم طب ما نلغيه ما يبقاش امين شرطه يعني يبقى موظف جمارك قالوا لا لازم يبقى امين شرطه. فقعدنا نعمله استشوار فطلع اللوك ده فقالوا لي شنب قعدت اقول لهم بلاش شنب هيحجمني وبتاع فلزقنا الشنب فطلع الشكل كده وكنت جاكت الاصفر ده كنت جايبه من الهند كنت بصور في الهند قبلها ورحت للجندي الاستاذ احمد الجندي المخرج قلت له والنبي نفسي اصور بيه اي حاجه اصل مكسوف البسه في الشارع بس انا هو عاجبني اصفر قوي فاقع كده وبتاع شاروخان قوي والناس دي فما جايبه من الهند فصورت بيه قال لي حلو خش صور بيه كله طلع هوا ارتجال زي ما بنقول يعني مفيش يعني صقر وعز المؤلفين مؤلفين كبار طبعا كانوا كاتبين لي الفريم بتاع الدو فطلعنا الشغل دي حلاوه الشغل مع دنيا ومع جندي بي كرييتيف معاك لحظه بلحظه تطلع اللي انت حاسه وهو ده اللي بيوصل للناس.